بتنظيم مشترك بين شركة جرافيتي والاتحاد البحريني للرياضة الجوية اختتمت بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي والذي تنافس من خلالها 100 فريق من 25 دولة بهدف النهوض بمختلف الرياضات الجوية وتعزيز انتشارها. على خارطة الرياضات العالمية كانت للبحرين نجاحات ووقفات تستحق التريث عندها لتكرر البحرين نفسها في نجاح آخر نحو تجربتها المثيرة للاهتمام في استضافة بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي للمرة الأولى، والتي أثمرت بخلق أجيال جديدة قادرة على المنافسة بالشكل الذي يسمح لهم إظهار قدراتهم الإبداعية على المستوى الدولي. قاعدين ناخذ خبرة من الأفرقة الجاية، خصوصا الأفرقة الجاية من أبطال العالم، جميع أبطال العالم جايين يشاركون في هذه البطولة، وإحنا ناخذ منهم الخبرة منهم. هذه اللعبة مثل ما انت تعرفين انها هي جديدة على مملكة البحرين، وما شاء الله كان التنظيم في البطولة والمشاركين ما شاء الله عدد المشاركين كان وايد، يعني ما توقعنا ان العدد هذي، والتنظيم ما شاء الله كان وايد هائل يعني ومرتب. في وايد افرقة هني من وايد اماكن، يو من سنغافورة من استراليا، وكلهم يعني ما شاء الله عليهم وايد زينين، فحدي مستانس ان انا قاعده اشارك وياهم وصلت لهالدرجه زينه في هاللعبه. قدمت الفرق المشاركه المختلفه عروضها الفنيه المتميزه داخل النفق الهوائي الزجاجي وسط اعجاب كبير من قبل الجماهير التي ملأت الجرافيتي والمدرجات المخصصه واجواء حماسيه واحتفاليه. مشاركتنا هنا ان شاء الله بتكون مشاركه ايجابيه وفعاله، وتنظيم يعني ما شاء الله كان حلو وما قصروا الجماعه هنا، وخاصه الشيخ محمد بن راشد الخليفه ما قصروا ويانا وفر لنا كل سبل الراحه، ونحن هنا جايين دعم فريق البحرين بما ان نحن وفريق البحرين بس ممثلين العرب في البطوله. قامت لجان التحكيم بجهود كبيرة على مدار أيام المنافسات في كأس العالم الثالثة للطيران الحر، إذ قام أعضاء اللجنة بالعديد من المجهودات في سبيل متابعة ورصد النتائج لجميع اللاعبين المشاركين، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية في تحقيق النجاح المثالي في استضافة العالمية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.